عرض سنغافورة لساته موجود، خلينا نتزوج وبعدها رح نسافر على سنغافورة. أنا بعرف منيح إنك معجب فيني. أختي أبيكشا، ما في داعي تقلقي على سيد هارت، هو بيعرف منيح شو بده يتصرف. أنا وياه متفقين وما في داعي عطول تضلي تتدخلي فينا. اسمعيني ميتاي، اوعك تصدقي حالك. ايه انا بعرف كل التفاصيل، سيد حكالي كل شيء. حتى لو كان هيك، نحن تزوجنا وصار معنا وثيقة زواج، اذا رحت على اي محكمة اليوم رح يعترفوا فيها. يا روحي لازم تحط شوية قطن بأدنك وما تسمع الحكي تبع رفيقتك. انت عملت الصح وأكيد مع الأيام رح تكتشف هالحكي. جدك مبسوط ومعتبرك رجال بينشد الظهر فيه. سكيتي، انت من كل عقلك عم تحكي هذا الحكي؟ بعرف انه انت عم تحكي هيك لحتى تضايقيني. أنا مشغولة كتير هلأ، كل العيلة عم تستناني تحت. شو عم تعملي هون مع رجال ومرته؟ روحي يلا وتسلي تحت مع باقي الضيوف، في كتير أصناف أكل رح تعجبك. سيد انت صار لازم تحط لها حد. أبيكشا لا تتضايقي، هي وحدة بتحكي بلا تفكير وما أنا من مستواكي. لو سمحتي لا تتجادلي معها. هي مشكلة كبيرة حبيبي. حياتي تعال لحظة لعندي. يا روحي أنا بس ما بعرف كيف بدي ألبس الساري. شو بتعرفي؟ تضلي تحكي بتعملي لي مشاكل. بصراحة أمي لبستني ساري أكثر من مرة، بس أنا بمشي بسرعة فالساري بالعادة بيعلق أو بيوقعني على الأرض، مشان هيك ما عاد لبست ساري. أبيكشا حبيبتي، انتي لابسة الساري بطريقة حلوة، معلش تساعديني لحظة؟ لا أنا ما رح ساعدك، لسه هلأ كنتي عم تغيظيني وصار لك هيك كم يوم وهلأ بدك ياني ساعدك؟ أكيد لا، أنا مستحيل ساعدك ميتاي. لو ما ضايقتيها بحكيك كانت أبيكشا ساعدتك. شو هذا يا؟ سيد هارت، يعني بعد كل هذا اللي قالته بدك ياني اسكت لها؟ إيه عادي، بالناقص من مساعدتها. أكيد الكل بيكونوا ناطريني. ما عندي وقت أبداً، أنا رح ألبسه لحالي. هلأ ميتاي رح توقع بمشكلة كبيرة، ما بتعرف تلبس الساري. شو هالبنت السخيفة.